نانسي عجرم تشوق جمهورها لأغنيتها الجديدة أغنية من نظرة بمشهد من خلف الكواليس. أعلنت النجمة نانسي عجرم عن موعد طرح أحدث أغانيها وهي أغنية من نظرة من خلال فيديو قصير جدا لا يتعدى مدته الثواني القليلة. ونشرت نانسي عجرم على حسابها على انستجرام الفيديو علقت عليه وكتبة على الساعة 7 من نظرة يوم 7/7 يعني بالضبط بعد 4 أيام. وطبعا أغلب متابعين الفنانة نانسي عجرم مستنيين أحدث أغانيها بفارغ الصبر. شكرا لكم متابعين القناة، أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأتمنى أنك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.